أيها الإخوة والأخوات، الحجاج والعمار وهم يفدون إلى الأراضي المقدسة لتأدية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهم ينعمون ولله الحمد بالأمن والأمان وتوفير سبل الراحة كي يؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة. فجزى الله ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، جزاهم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما يقومون به من خدمات جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. لعل لسماحة والدنا الشيخ صالح الفوزان كلمة ونصيحة للحجاج والمعتمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، نحن في هذه الأيام في أيام مباركة، هي أيام الحج إلى بيت الله الحرام. يتوافد المسلمون من كل جهة إلى هذه البلاد وإلى هذه البقعة المباركة وإلى هذا البيت العتيق، امتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى على لسان خليله إبراهيم، لما قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني ماشين، وعلى كل ضامر، يعني راكبين على الإبل الضامرة من طول المسافة، يأتين من كل فج، من كل فج عميق يعني بعيد، فيأتون من مشارق الأرض ومغاربها ملبين لدعوة ربهم سبحانه وتعالى، فيلتقون في هذه المشاعر مشاعر يلتقي المشرقي بالمغربي من كل جهة ليؤدوا عبادة واحدة لرب واحد سبحانه وتعالى، مقتدين بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقال: خذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي وافعلوا مثل ما أفعل في المناسك، مناسك الحج والعمرة، لأن العمل المشروع يكون بالاقتداء ويكون بالامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يتعلمون في هذا اللقاء المبارك من مشارق الأرض ومغاربها، يتعلمون عقيدتهم، يتعلمون أحكام دينهم، يتعارفون فيما بينهم، يتآلفون يدا واحدة على دينهم وعلى عبادة ربهم، فهي شعيرة عظيمة، ولله الحكمة البالغة في هذه الشريعة العظيمة التي تجمع المسلمين مع اختلاف أقطارهم ولغاتهم، اختلاف ألسنتهم، واختلاف عوائدهم، ليتحدوا ويجتمعوا على عبادة الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم والذي شرع لهم ما يتقربون به إليه.
فهي عبادة عظيمة في مكان مبارك، اجتماع لا يشبهه اجتماع على وجه الأرض، اجتماع على العبادة لله وعلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، على التعارف بين المسلمين والتآلف بين المسلمين. فيا لها من مناسك عظيمة شرعها الله جل وعلا لعباده وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني مناسككم. فلا العبادة تشتمل على شيئين، تشتمل على شيئين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه عبادة عظيمة يتلاقى المسلمون، وهذا أعظم لقاء بين المسلمين. والمسلمون يجتمعون للصلوات الخمس في المساجد، يجتمعون في صلاة العيدين، يجتمعون الاجتماع الأكبر في هذه العبادة العظيمة، الحج والعمرة. فلله الحمد والشكر على فضله وإحسانه على هذا التشريع العظيم من الرب الكريم الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ويؤهلهم لرحمته وجنته. فهذه نعمة من الله عز وجل يجب أن تشكر وأن تذكر وأن يعتبر بما فيها من الخير وما فيها من الاقتداء وما فيها من الاتباع، وفوق ذلك ما فيها من تعلم العقيدة الصحيحة الخالية من الشرك والبدع والمحدثات، كلها من عند الله عز وجل وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد والمنة على ما شرع لنا، ولله الحمد والمنة على ما علمنا، ولله الحمد والمنة على أنه يعفو عنا تقصيرنا وخطايانا. فهذا اللقاء العظيم في هذه البقعة المباركة والمشاعر المباركة، هذه أكبر نعمة على المسلمين في كل عام في كل سنة. فالله جل وعلا شرع لنا عبادات اجتماعية نجتمع لها في الصلوات الخمس في المساجد، نجتمع لها في مصلى العيد في صلاة العيدين، نجتمع لها ونتذاكر فيما بيننا، ويألف بعضنا بعضا ليظهر بذلك قوة هذه الأمة، ويظهر بذلك سماحة هذا الدين العظيم، يظهر بذلك تآلف القلوب واجتماع الكلمة وصحة العقيدة. فلله الحمد والمنة، نعم يتلوها نعم نحمد الله عليها ونشكره ونسأله القبول ونسأله التوفيق ونسأله الإعانة، إنه ربنا وخالقنا وإلهنا معبودنا، ليس لنا معبود سواه، وليس لنا رب إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه نعم عظيمة في كل سنة للحج وعلى مدار العام للعمرة. فهذا التلاقي من أقطار الأرض في هذه المشاعر العظيمة في
فيه ربط للمسلمين بعضهم ببعض، وفيه تكفير لسيئاتهم، مغفرة لذنوبهم، اجتماع لكلمتهم، تعارف وتآلف، تعاون على البر والتقوى، فلله الحمد والمنة.